ساعات طويلة يقضيها الجزائريون يومياً في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل هذه المواقع تفرض نفسها كعامل مؤثر يلعب دوراً محورياً في التأثير على رأي الناخبين. واقع فهمه المترشحون للتشريعيات 12 جوان، ما تجسد عبر حملات افتراضية انطلقت بالتزامن مع الحملة الانتخابية. استعمال الحملة الانتخابية على الفضاء الأزرق فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام يعني الآن أصبحت يعني رائدة في العالم بالنسبة لمجال الانتخابات، بما أنه المواطن الجزائري عنده معدل 7 سوايع 5 سوايع في فيسبوك، فهنا راح يلقاك موجود مرارا، يلقاك موجود مرارا، فالوجود تاعك هذا حيخليه يشوف وينتبه للمضمون، لعل وعسى يتوضح له فكرة كانت غيبة عليه. موقع فيسبوك الذي يتصدر قائمة مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ب 23 مليون مستخدم، أضحى ساحة للمعترك السياسي ومنبرا لمختلف القوائم الحزبية والمستقلة المعنية باستحقاقات 12 جوان، من خلال صفحات تروج لبرامج المترشحين والتعريف بهم لاستقطاب أصوات الهيئة الناخبة خاصة من فئة الشباب. ماشي غير على الشباب، ربما على كاع الشرائح، باسكو اغلب الشرائح راهي تستعمل من اللي في عمره 18 سنه حتى اللي في عمره 60 سنه، كاع راهي تطالع، ما يهمش يعني مطالع هذه المواضيع ولا لا، يدخل في ديريكت عبر صفحه الفيسبوك ولا تاع المترشح، يطالع على البرنامج تاعو. ساعد في الشهره بيان سور، باسكو الناس كاع ولات تستعمل هذه المواقع، وتساعد ثاني في ربح الجهد، الوقت، المال. الفضاء الازرق بات مساحه افتراضيه لعمليه التسويق السياسي للافكار والبرامج، عملية تسهل التواصل بين المترشح والمواطنين رغم كونها لا تخلو احيانا من النقائص. المشكله راهو اسك هادو من الناس اللي راهم يروجوا في الحملات الانتخابيه راهم يستخدموها بطريقه امثل او طريقه مدروسه، لانه دراسة الجمهور لو عنده دور كبير في الترويج، لازم نستعملوا يعني الناس يكونوا بروفيسيونيل، هما اللي يعرفوا التسويق هذا الالكتروني، يعرفوا يجيروا بيان لي ريزو سوسيو تاعهم. منصات التواصل الافتراضية أصبحت إذن تزاحم الوسائل التقليدية في الحملات الانتخابية، حيث باتت لوحة المفاتيح سبيل مترشحي تشريعيات 12 جوان لنيل ثقة المواطن وولوج الغرفة السفلى للبرلمان.